من قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: الدليمي إلى التوقيف، العقالي إلى الأمن العام، وجنبلاط إلى الأهالي. أعطانا الحقيقة، حكاها أنه في خلاف داخل الحكومة. جولة عمائم الهيئة سعيا للتفويض. وأطلق سراح وأخلي سبيل هذا الشباب، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أبو حمزة عند أبواب القصر، حن الحديد وإنت محنيت. في المحكمة الدولية ممنوع حشر حميدي. هل تظن أننا لا نعرف بوجود هذا المبدأ؟ مذكرة بحث في حق عناصر في الجيش السوري بتهمة قتل الزميل علي شعبان. وفي النشرة: قمة الحرص على وحدة الخليج تنطلق في قطر. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.